أهلا بكم مشاهدي بلقيس إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان في موسمه الثاني. من الواقع المرير الذي خلفته الحرب يحاول برنامج حيث الإنسان رسم صورة مخففة عن قصص المعاناة والأسى وتقديم نماذج خلقت من المحنة منحة وصنعت أملا في المشهد القادم. أهلا بكم. من جحيم الحرب في الحديدة إلى مأساة النزوح في أبيان، فرت أم سهيل وأبناؤها الخمسة بعد أن اختطف الحوثيون زوجها وأخفوه قصرا. نزوح رمى بها في منزل ضيق على نفقة فاعل خير بمدينة زنجبار، لكن حياة النازح تبدو واحدة إذ لا يختلف السكن في المدينة عن المكوث في المخيم، فما تجود به منظمات الإغاثة من معونات هو مصدر العيش الوحيد. لم يشفع لأم سهيل وأطفالها الخمسة انكسارها المرير الذي رافق ترحالها، وهكذا كان على أم سهيل أن تقف مخذولة يائسة بعد أن صارت وأطفالها مهددين بالطرد خارج المنزل. لكن برنامج حيث الإنسان وهو يتلمس قصص المخذولين في مناطق النزوح وجد طريقه إلى أم سهيل فمنحها أملا جديدا بالحياة. نتابع القصة معا. عندما تطول رحلة النزوح لا تصير العودة سوى جزء من حلم مؤجل أو ذاكرة منسية. هنا في زنجبار أبيان تحتفظ الأماكن والطرقات بآثار المشردين من قراهم فتشير إلى الجهة التي جاءوا منها. يصعب على الجميع هنا مقاومة ظروف الفاقة وتقلبات الطقس، كما يصعب على الذين وجدوا طريقاً آخر محو حياة المخيم من سيرة أيامهم. أم سهيل واحدة من الأمهات التي فررن بأسرهن من مدينة حيس جنوب الحديدة بعد أن اختطف الحوثيون زوجها وقصفوا حيها. والله نزحنا من حيث إلى هنا بسبب قصف الحوثيين على المنازل السكنية من مديرية حيث إلى أبيان. خرجنا والله مع مجموعة ناس نازحين فاضطرينا أن ننزح معهم بسبب القصف خوفاً على عيالي. تدعونا أم سهيل إلى منزلها البعيد عن المخيم وتحديداً في مركز مدينة زنجبار. نزحت في الأول عند بنت أختي وجلست يمكن حوالي 15 يوم وانطرنا إن احنا نستأجر بيت ونخرج من البيت والتعامل إن شاء الله تمام مع الجيران. لا أحد يعرف أم سهيل في هذه المدينة، لكنها تعرف الكثير عن طيبتهم وسماحتهم. هذا هو منزل أم سهيل الذي باتت مهددة بالطرد منه، وهكذا تديره بصمت، فوجود خمسة أطفال دون أب أو سقف آمن لا يحتاج لشرح أو كلام.
أول استئجار إحنا كان فاعل خير لمدة قصيرة وانقطع. الآن مضطرين إن إحنا نسلم إيجار البيت. ترقب أم سهيل الأيام تمضي ببطء وعينها على العودة يوماً ما إلى مدينة رحلت عنها بليل. أما القلب فمعلق بين غصة على الحاضر وخوف على مصير الحبيب المختطف منذ 3 سنوات. زوجي أخذوه الحوثيين من مقر شغله وهو يعمل، وأخذوه بعدين لما طالبنا بعده ما رجابوا لحناش أي خبر على أسباب أي شيء، إيش اللي فعله حتى أنكم أخذتوه؟ ما رجعوا لحناش أي جواب، يقولوا لحنا شخرج شخرج الشهر ده، الشهر الثاني الآن له 3 سنة و7 شهور لحد الآن ما فيش أي خبر ولا أي معلومة ولا أي سبب ليش اختطفوه. الحياة صعبة جدا في النزور، ما يقالنا نشتاق لأبي ولا نعرف عنه أي شيء ولا هو يعلم عنا أي شيء. النزوح مر ولا نعرف أحد فيه، يعني أول النزوح تعب وبهذلة والحياة صعبة تكون. لا تملك أم سهيل ما تعيل به أبنائها، وليس عليها سوى انتظار ما تجود به المنظمات الإنسانية من إغاثة، وهذا ليس بانتظام. لم تأتحنا أي معونات غير حكير شهرياً فقط، في حال ما تنقطع المعونات ننطر أن احنا نخرج عيالي يعملوا، يعني سيعملوا مع الناس ويجيبوا لحنا إن شاء الله المعونة. لا شيء يبدد وحشة الظلام سوى الضوء، وفي ظروف كهذه تتمنى أم سهيل أن يتسرب الحظ إلى قاع حياتها الرديئة لينتشلها مما هي فيه. ليل زنجبار ليس كنهارها، فهذه المدن التي تشهد حوادث أمنية متكررة غالباً ما ترافقها الوحشة في مساءاتها، أما نهارها فلا يختلف عن أي مدينة يمنية. هنا في هذه المساحة الصغيرة يمكن لحيث الإنسان إيجاد مصدر رزق بسيط لأسرة نازحة، ولتجربة سهيل بالعمل لدى أحد أقربائه في بيع قطع الغيار قرر فريق البرنامج اختيار هذا المشروع. هكذا ينتهي نهار يوم طويل، فتستيقظ زنجبار كعادتها ووحدها الصورة تقودنا إلى المنزل الذي تركناه يوماً على أمل المساعدة. لا تعرف أم سهيل عن هذا القادم شيئاً، لكنها تتذكر اليوم الذي فتح قلبها للأمل. ثمة شيء عليها رؤيته يقول الفريق، فتمضي الأقدام المرتبكة إلى ما لا تتوقعه. هناك
يقف حلم أم سهيل، وهنا يفيض للفرح صوت آخر. والله متفاجئة ومصدومة يعني، وما تخيلت إني بنجح في هذا المشروع، والآن يعني انصدمت لما شفت هذا المشروع، والحمد لله تم افتتاح هذا المشروع، والآن الحمد لله نقدر نعيش منه، ونقدر يعني نغير حياتنا للأفضل إن شاء الله بإذن الله. أول مرة لما شفت هذا المشروع ما كنت مصدق إنه يعني هذا المشروع تطور إحنا من حياتنا الآن إلى أحسن، يعني بنتطور بننفتح بنشوف يعني حاجات بنستمر فيه بتتغير حياتنا للأفضل. هذا المشروع يعتبر خطوة جبارة في طريق تمكين النازحين من إدارة شؤون أنفسهم معيشياً، فبدل ما النازحين يجلسوا يعني أسرى للمساعدات الأغاثية أو الإنسانية الأسبوعية أو الشهرية، هذا المشروع يهدف إلى جعل النازح عضو فعال وعضو بناء في المجتمع الذي نزح إليه، فيساعد في التنمية من خلال الأعمال التي ممكن يقوم بها من خلال هذا الدعم الذي قدمه هذا المشروع. نتمنى من جميع المنظمات وجميع الجهات وجميع المؤسسات التي تعمل في إطار النازحين أن تأخذوا حذو هذه الجهة وتقدم هذه المشاريع حتى يستطيع النازحون أن يعولوا أنفسهم ويعولوا أسرهم ويكونوا أيضا يساهموا في بنية في بناء هذا المجتمع الذي هم أصبحوا جزء أساسي منه. لعل هذا المشروع فاتحة خلاص لأسرة النازحة تنتظر عائلها المخفية خلف القضبان، ولعل هذا الفرح النابت في الوجوه لا يغيب بعد اليوم. إذن معاناة اليمنيين مركبة، فالحرب والنزوح والحصار وغيرها كثيرة هي مآسينا، وهكذا كانت مأساة أم سهيل وأولادها، أب مختطف ونزوح بلا معارف ولا مصدر رزق، لكن حيث الإنسان حاول أن يخفف هذه المأساة ويمكن هذه الأسرة من أن تمتلك مصدر رزقها في انتظار أن يفرج الله عن والدهم المعتقل قريبا بإذن الله. عن تفاصيل هذه القصة ستكون الأسئلة في فقرة المسابقات، بإمكانكم المشاركة معنا والتواصل من خلال الأرقام الظاهرة معكم على الشاشة. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خواتم مباركة عليك. علينا وعليك إن شاء الله. إن شاء الله. من معنا؟ معك عبد العزيز محمد أحمد قاسم. عبد العزيز، من فين عبد العزيز؟ عبد الحميد محمد احمد قاسم. عبد الحميد، من فين عبد الحميد؟ من ترعى العجين محافظه. من محافظه طيب، اهلا بك يا عبد الحميد. عبد الحميد، تابعت الفيلم القصه؟ ايوه قصه ام سهيل تابعتها. تابع. طيب، ما اسم بطله القصه؟ ايش اسم الوالده اللي ظهرت معنا في القصه، بطله قصه اليوم؟ أم سهيل. إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال يا عبد الحميد، مبروك لك. الله يسعدك. شكرا لك. إذن أول فائزين معنا والمشاركين عبد الحميد من أب. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. خواتم مباركة. علينا وعليك. من معنا؟ معكم أمل قائد محمد. أمل.
أيوة. من فين يا أمل؟ من عدن. من عدن. من عدن. أهلا بك يا أمل. أمل تابعت الفيلم؟ أيوة. طيب من أي محافظة نزحت أم سهيل؟ من أي محافظة نزحت أم سهيل؟ أيوة أسرة أم سهيل من أي محافظة نزحت؟ من أي مدينة؟ من الحديدة. من محافظة؟ المحافظة الحديدة. من مديرية حيث. من مديرية حيث. صحيح، إجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000 ريال يا أمل. الله يبارك فيك إن شاء الله يبقكم. شكرا جزيلا لك أمل من عدن، الفائزة الثانية معنا أيضا وإجابتك صحيحة. لدينا اتصال. ألو. مع السلامة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ ألو. طلحة مقبل. الصوت يا شباب، تقول لي الاسم بس. ذكرى لطف. من فين يا ذكرى؟ ألو. أيوة ذكرى. من إب. من إب. من إب. ذكرى لطف من محافظة إب. تابعت الفيلم يا ذكرى؟ أيوة. طيب السؤال، ما هو السبب الذي جعل أسرة أم سهيل تنزح من منزلهم في حيس بالحديدة؟ لماذا نزحت الأسرة؟ من الحرب واختطاف زوجها. بسبب؟ بسبب الحرب واختطاف زوجها. بسبب اختطاف الأب وبسبب الحرب وقصف الحوثيين لأحيهم في حيس، فلذلك اضطرت للنزوح خوفا على أبنائها، خصوصا بعد أن تم اختطاف الأب. شكرا جزيلا لك، مبروك لك 50,000 ريال. إجابة صحيحة يا ذكرى. شكرا. شكرا. عفوا، مبروك لك 50,000 ريال. الآن سنقوم باختيار الأول فائزين معنا عن سؤال حلقة أمس. كان السؤال يقول كم عدد بنات الخالة خاتمة، وكانت الاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 4 بنات، الاختيار الثاني 5 بنات، والاختيار الثالث 6 بنات. كانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 1 4 بنات. وصلتنا 48,958 رسالة. عدد الإجابات الصحيحة 35,576. من 35,000 سنقوم باختيار 3 فائزين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. أول فائزين معنا، بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 774-890-296. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 774-890-296. مبروك إذا للفائز الأول معنا، وقيمة جائزته 50,000 ريال، ولاحقا سنقوم باختيار أيضا فائزين 2 وقيمة كل جائزة 50,000. لدينا اتصال. ألو. ألو السلام. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟ أنا. أيوة. ألو، أنتم معنا على الهواء. من معنا؟ كرام ظاهر. شبلو، تقولي بالاسم بس. كوفيد 19 هو مرض معدي يسببه فيروس كورونا المكتشف. ألو. أيوة. أريج. أريج معك من عدن. أريج من عدن. أريج من؟ أريج إسماعيل. أريج إسماعيل من عدن. أهلا بك يا أريج، تابعت الفيلم؟ نعم. طيب أريج، كانت صراحة القصة روعة. الله يعينهم أسرة أم سهيل. أريج، السؤال كم صار للأب رب الأسرة مختطف؟ كم صار له سنوات مختطف؟ 3 سنوات و7 أشهر. 3 سنوات و7 أشهر، وإجابتك صحيحة وما شاء الله عليك مركزة يا أريج، مبروك لك 50,000 ريال. مبروك. مبروك مبروك مبروك. الله يحفظك. مبروك مبروك لكم 50,000. إجابة صحيحة كانت. طيب أذكر فقط إلى حين جهوز الاتصالات أنه بإمكانكم دائما المشاركة من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة، واعذروني إذا كان هناك ضغط في الاتصال، لأن هناك ضغط من قبل كثير من المشاهدين يرغبون بالمشاركة معنا والفوز بالجوائز اليومية. ودائما الأسئلة هي تكون بسيطة وسهلة لأنها تكون من تفاصيل القصة التي تعرض، و دائما تتابعون معنا قصص هي ربما صورة تعكس الواقع الحالي الموجود الذي يعيش فيه اليمنيين. بإمكانكم المشاركة معنا من خلال الاتصالات. لدينا اتصالنا. ألو. ألو السلام عليكم.
الو. ايوه السلام عليكم. ها؟ من معنا؟ الو؟ الو فقدنا الاتصال، الو؟ طيب لدينا اتصال اخر. يعني الاتصال الاول يبدو انه الو انقطع. الو السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ معك فردوس حسن عبود من عدن. الاسم؟ فردوس حسن عبود من عدن. فردوس فردوس. ايوه ايش من عدن. خواتم مبارك عليك. تابعت الفيلم؟ ايوه تابعته. طيب السؤال، كم عدد الاطفال، اطفال الاسره، كم منهم عدد الاطفال؟ خمسه منهم. خمسه، اجابتك صحيحه ومبروك لك 50,000 ريال. يلا شكرا الله يحفظك. العفو العفو العفو. فردوس من عدن، اجابتك ايضا صحيحه وكنت مركزه في تفاصيل هذه القصه، فعلا عدد افراد الاسره خمسه اطفال كما شاهدناهم. وربما الان من يتحمل المسؤوليه هو سهيل في المحل وايضا شقيقاته موجودات الى جانبه، الله يعينهم ان شاء الله. الان سنقوم باجراء القرعه ونختار الفائز الثاني وقيمه جائزته ايضا 50,000 ريال، وكانت الاجابه الصحيحه رقم واحد هو الاختيار الصحيح، عدد البنات اربع بنات، فمن اجاب بشكل واحد بيختار رقم واحد لديه فرصه للفوز معنا اليوم ايضا من خلال سؤال الواتساب. الان نختار الفائز الثاني ومبروك للفائز صاحب الرقم، بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 770-622-149. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 770-622-149. مبروك للفائز الثاني معنا وجائزته 50,000، ولاحقا سنختار الفائز الثالث وجائزته أيضا 50,000. لدينا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ سحر صالح حسن. من؟ سحر، من أي محافظة يا سحر؟ أيوه. من أي محافظة؟ من حضرموت. من حضرموت، أهلا بك يا سحر. تابعت الفيلم؟ أهلا. تابعت. أيوة تابعت. تابعت الفيلم. طيب السؤال، أيوة. السؤال، ما هو مصدر الرزق الذي تعتمد عليه أسرة أم سهيل؟ على إيش يعتمدوا في حياتهم؟ المشروع أو على المنظمات. لا من قبل المشروع. أيوة من قبل المشروع. على إيش كانوا بيعتمدوا؟ على المنظمات وفاعل الخير اللي كان يعطي لهم حق الإيجار، وبس على المنظمات تقريبا. وابنهم لما كانوا يعطي لهم حق المنظمات ابنهم يخرج أعمال. يا سلام عليك، إجابتك صحيحة يا سحار. فعلا كانوا يعتمدوا على ما يقدم من مساعدات من المنظمات الإغاثية، وفي حال توقفها كانت تضطر لإخراج ابنائها للعمل في الشارع. مبروك لك 50,000 ريال يا سحار، إجابة صحيحة، مبروك لك. مشكورة. إن شاء الله. شكرا إذا لسحار وإجابتك فعلا صحيحة. كانت تعتمد الأسرة كما تحدثت في الفيلم، قال أم سهيل أنهم يعتمدون على المنظمات الإغاثية، لكن هذه المساعدات تقدم بشكل متقطع ليست بشكل دائم، فكانت تضطر لإخراج أولادها إلى الشارع للعمل وهم في مدينة ومنطقة غريبة، مع أنها أثنت على أهالي أبيان وأنهم متعاونين ويدعمونها، وبالفعل أحدهم دفع لهم إيجار البيت لفترة، لكن بسبب الظروف ربما توقفت هذه المعونة. لدينا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ معك منى فاضل من عدن. منى من عدن، اهلا يا منى، خواتم مباركه. علينا عليكم ان شاء الله بالخير والعافيه يا رب. تابعت يا منى الفيلم؟ اكيد كله. طيب ما اسم المحل الذي دعمت به الاسره؟ ايش سموا المحل؟ محل سهيل لبيع قطع غيار السيارات والدراجات الناريه. مبروك لك يا منى 50,000 ريال، اجابتك صحيحه. الله يعطيكم العافيه، شكرا خواتم مباركه على الجميل. شكرا شكرا جزيلا لك، مبروك لك يا منى وللأسرة 50,000 ريال، وفعلا اسم المحل سهيل لقطاع غيار السيارات والدراجات النارية. شكرا جزيلا. لدينا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ سمية محمد. سمية. سونيا. سونيا محمد، من فين يا سونيا؟ من ابحوي.
من محافظة إب. أهلا بك يا سونيا، تابعت الفيلم؟ أيوه. طيب ما اسم البطلة، بطلة القصة؟ رويدا. أيوه الأم ما اسمها يعني؟ تابعت الفيلم أنت؟ السؤال سهل وقد جاوبه الناس، أنا عدت لك السؤال ثاني مرة الآن. ألو؟ تابعت ما ركزتش على الاسم. طيب بغير لك السؤال، أسألك سؤال آخر، من فين نزحت الأسرة؟ من أي محافظة نزحت؟ من حيث في الحديدة. فعلا إجابة صحيحة، ومبروك لك 50,000 ريال. شكرا. عفوا، شكرا جزيلا لك. طيب الآن نذهب نختار الفائز الثالث عن سؤال أمس، وأذكر أن الإجابة الصحيحة كانت الاختيار الأول رقم 1، 4 بنات، عدد بنات الخالة خاتمة. مبروك للفائز الثالث مقدما. بسم الله نختار الفائز. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 7764-72402. مبروك إذا للفائز الثالث معنا والرقم على الشاشة 7764-72402. مبروك للفائز الثالث، 50,000 ريال جائزته أيضا. لدينا اتصال؟ طيب أذكر أنه الآن سأعرض معكم على الشاشة الأرقام الثلاثة الفائزة، ولديكم فرصة أيضا للفوز معنا بثلاث جوائز عن سؤال اليوم سنطرحه في نهاية الحلقة. مبروك للفائزين أصحاب الأرقام 7-7-4-8-9-0-2-9-6، ومبروك للفائز الثاني 7-7-0-6-2-2-1-4-9، ومبروك للفائز الثالث صاحب الرقم 7-7-6-4-7-2-4-0-2. مبروك إذن للفائزين الثلاثة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، ولديكم فرصة للفوز معنا أيضا عن سؤال اليوم، وسنطرح السؤال بعد قليل. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. من معنا؟ وعليكم السلام. معكم محمد من عدن. أم محمد من محافظة عدن، تابعت الفيلم يا أم محمد؟ أكيد، بس طفى بالأخير الكهرباء طفت. طيب كم مرت سنوات على الأب هو مختطف؟ 3 سنوات و7 أشهر. إجابة صحيحة، ومبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا لكم محمد من عدن، مبروك لك أيضا 50,000. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ اسمي عبد العزيز. لو تقول لي يا شباب بالاسم بس. من؟ سمية عبد العزيز. سمية عبد العزيز، من فين يا سمية؟ من تعز. من تعز، تابعت الفيلم يا سمية؟ أيوة. طيب السؤال يا سمية، كم عدد أطفال الخالة أم سهيل؟ من تعز. من تعز، أنت يا سمية من تعز. طيب أيوة. والسؤال، سؤالي لك، كم عدد أطفال أيوة. الأسرة المستهدفة؟ كم عددهم؟ خمسة أطفال. خمسة أطفال، صحيح، الإجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. شكرا سمية. والصدى لو كنتم وطنتم صوت التلفزيون، لكن على العموم سمعتنا وجاوبتي على السؤال وفزتي معنا ب50,000، مبروك لك سمية من تعز. طيب الآن مشاهدينا الكرام نذهب ونعرض عليكم سؤال حلقة اليوم، ولديكم فرصة للفوز بثلاث جوائز وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. والسؤال يقول، السؤال، إلى أي مدينة نزحت أم سهيل وأولادها؟ والاختيارات الثلاثة هي لودر الاختيار الأول، زنجبار الاختيار الثاني، الحوطة الاختيار الثالث.
إلى أي مدينة نزحت أم سهيل وأولادها؟ نزحت إلى أبيان طبعا، لكن إلى أي مدينة في أبيان؟ هل لودر أم زنجبار أم الحوطة؟ فقط أرسلوا رقم الإجابة واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني اليوم ستكونوا محتارين بين لودر أو زنجبار، يعني يا ترسلوا واحد يا اثنين. إذن فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة على الرقم الواتساب الخاص في البرنامج، وبعد لحظات ستبدأ أو يبدأ نظام المسابقة باستقبال رسائلكم، وبإمكانكم الفوز معنا بثلاث جوائز، وسنجري السحب غدا في حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم غدا، كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث برنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.